السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا يا حبيب قلبي معايا، انا هعمل لكم النهارده الليمون المعصفر واحده واحده كده معايا، بدل ما تروح تشتري البرطمان بقد كده، فرحت بجيب الثلاثه لقيت نفسي فيه، قلت اما اروح اشتري ثلاثه كده عبال ما اخلله. الراجل قال لي الثلاثه بخمسة جنيه، قلت له ليه يا عم الحاج؟ طب ما انا اروح اجيب لي كيلو ولا 2 كيلو واعمل لي كذا برطمان. ايه اللي استغلال اللي الناس بقت فيه ده؟ ادي بصوا، ادي اهو كيس ملح بجنيه، 3 جنيه اصفر، وب 2 جنيه حبه البركه، وب 10 جنيه ليمون. هتعملي 3 4 برطمانات وانت قاعده في البيت، ما تخليش حد يضحك عليك. وبالنسبه عشان كمان احنا داخلين في شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، تعملوا بقى من دلوقتي على رمضان ان شاء الله كده من غير مقاطعه، يبقى ايه يا دوبك على من دلوقتي رمضان تيجى حتى كده، حاجه سهله خالص، تيجى رمي كده سهله خالص، مش متعب، مش حاجه متعبه. لو انت قاعده في البيت كده 5 دقايق مش هيكمل معاك. اهو بصي، ادي الليمون المعصفر احنا بنشتريه بقد كده، وبنجيبه قد كده من الشارع، حبة ليمون معصفر كده في البيت وانت قاعدة، مخليش حد يستغلنا. بمناسبة رمضان كده كل سنة وانتم طيبين، انزلي مش هتقدري تنزلي، كل سنة وانتم طيبين كده، المخللات والحاجات نعمل حاجات اقتصادية في البيت، لا نجيب الحاجة غالية من الشارع. جربوا معايا الطريقة دي هتعجبكم قوي. الليمون المعصفر ده بالذات احنا بنشتري بقد كده من الشارع، وحاجه نضيفه في البيت عندك، حاجه نضيفه وحاجه اقتصاديه، وانت عاملاها انت بايديك، انت ضامنه انت عامله ايه. واحنا كده كده عامه الرجاله بتحب المخلل والحاجات دي غالبا، بدل ما نروح نشتري الحاجه بقد كده وحاجه نضيفه في البيت، بيبقى عايز حاجه تفتح نفسه، حبه جزر، ليمونه معصفره. وكلكم ستات بيت بقى وعارفين الغلاء اللي احنا فيه ده، كل ما تعملي الحاجه في البيت كل ما تبقى انضف وحاجه صحيه. تاخدي لك ليمونه معصفره كده وانت بتفطري في رمضان تبقى حلوه، تاخدي لك حبه مخلل جزر. كل الحاجات دي هنعملها مع بعضنا، وكل ده هنعمله مع بعضنا واحده واحده، حاجات في البيت وحاجات اقتصاديه وحاجات نظيفه، مخليش حد يستغلنا. احنا ستات بيت وعارفين ان التجار بيستغلونا في كل حاجه، كل حاجه بقى فيها استغلال، ليه بقى نخليهم يستغلونا؟ محدش يستغلنا خالص. انت بتعملي كده كبسي كده، لا عايز كام واحده صغيره خلاص. البرطمان ده لو بتجيبيه من الشارع، لو بتجيبيه من محل ولا حاجه، اقل حاجه يا ست اقل حاجه هقولك ب 30 جنيه، بلاش نقول ب 45 جنيه. طب وليه بقى؟ انت بكيلو ليمون ب6 جنيه، انا جايبه دول ب6 جنيه ب10 جنيه كيلو ونص، هتعملي احلى ليمون في بيتك كذا برطمان. بعد ما خلصته كده زي ما انتم شايفين، بحط له حبه زيت كده، حبه زيت صغننين كده كده، ايه يبقى زبده معاكي بقى كده. بصي يبقى حاجه زبده. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هقول لكم على تركية حلوة كده اتعلمتها من والدي. انت بتحطي يومين كده، ماشي، يومين كده ويومين بتحطي كده، فهمتني؟ يعني انا يومين بحطه كده ويومين بحطه كده، ما افتحش عليه خالص الا لما احس ان هو استوى، مش دلوقتي. انت بتفتحيش الا بعد 15 20 يوم، يومين كده ويومين الجاي قلبه تاني، ياخد كل الجمال اللي فيه. بص بقى شكله تحفه ازاي، حاجه نظيفه في بيتك وحاجه حلوه وحاجه ايه انت عاملاها بايديك. ليه نخلي الناس تستغلنا؟ والمخلل اللي احنا مصريين كلنا بنحبه، كل المخللات احنا مصريين بنحبها، حاجه نظيفه وحاجه اقتصاديه وحاجه حلوه في بيتي، خليش حد يعمل لنا يستغلنا ابدا. احنا ستات بيوت كلنا شاطرين. خليكم معايا واحده واحده كده، انا هوريكم بقى الكيلو ابو 6 جنيه ونص عمل معايا كميه قد ايه، يكفيكي طول شهر رمضان. يعني صدقيني
الكيلو ونص ده هيكفيك طول شهر رمضان. لو انت عيله هتجيب لك 2 3 كيلو برده مش هيبقى غالي. وده والحاجه في الموسم بتاعها بتبقى حلوه، يعني كل حاجه في الموسم بتاعها هيبقى. يعني اليومين دول برده موسم الجزر، موسم اللف، احنا عملت لكم قبل كده بلف، وعملت لكم جزر، وعملت لكم قرنبيط. خشوا على القناه بتاعتي كده واشتركوا، وقولوا لي ايه رايكم في الحاجات اللي بعملها، وقولوا لي عايزين ايه الجديد اعمله لكم على طول. احنا كلنا ستات ايه، ستات شاطره وواعيه، محدش حد يضحك علينا. بالنسبه للظروف اللي احنا فيها دي بنمر بيها دي، ظروف ما يعلم بها الا ربنا، ربنا يسترها عليك وعلينا يا رب. في الليمون دي يا جماعه انا متعلماها من والدي، ربنا يديله الصحه يا رب ويخليه لنا. دي انا ما كنتش بعرف اعمل الليمون ده، الله يبارك له ويديله الصحه كان بيعمله ويبعته لنا. احنا 4 بنات، كان يبعت لنا كلنا، وليه اخ هنا جنبنا كان يبعت لنا احنا 5. شوفوا بقى كان عنده بيبعت لنا بقى كل واحده ايه 3 4 كيلو. فيعني برضو لما كبر ما عادش زي الاول، خدنا الطريقه بقى منه، سرقنا الطريقه منه بمعنى اصح. ربنا يديله الصحه يا رب، وادعوا لهم بالشفاء والنبي الله يرضى عليكم. ادعوا لها بالشفاء كده، ربنا يشفيها ويعفى عنها يا رب، هي واللي زيها. شويه ليمون معصفر بقى حاجه زي العسل، ولما يستوي هوريه لكم برده، لما يستوي هطلعه لكم في فيديو بقى ايه جميل. لو انت عايزاه تستعمليه بسرعه وتاكليه مثلا خلال يومين ثلاثه، بتديله نص سلقه، نص سلقه حاجه بسيطه خالص. انا برده معايا دلوقتي هوريكم برده انا عامله ليمون، بس ليمون بقى من التاني، هوريه لكم معايا برده الطريقه. ليمون عادي خالص سلقته بميه، وثلاث ايام بتغيروا له الميه بتاعته، وبعد ما بتغيروا الميه تحطوا له ملح، حبه ملح، وبتخلي يومين ثلاثه بتاكلي منه بقى. الليمون العادي بتاعنا انا هوريكم برده في نفس الفيديو الليمون التاني. ادعموني بس كده في القناه وقولوا لي ايه رايكم، وهعمل لكم كل جديد. مفيش حد يقول انا ما بعرفش اعمل حاجه، انتوا كلكم شاطرين وبتعرفوا تعملوا. تعلمي كده واعملي حاجه نضيفه لعيالك في البيت، حاجه لجوزك. اكيد انت جوزك بيحب المخلل، اكيد انت ذات نفسك بتحب المخلل تفطري بيه. حبه زيت كده ما تخسريش، زيت غالي. نفس القصه برضو انا خلصت بقى الليمون اهو، خلصته معاكم زي ما عملناه. هتسيبوه بقى من 10-15 يوم على حسب ما هو ما يستوي معاك. كل يوم زي ما انا قلت لكم هتقلبوه كده كده يومين وكده يومين، تقلبوه على ايه كده يومين وكده يومين، هتظبطوه. مفيش اي حاجه غير لما اللي احنا عملناه، الملح والعصفر وحبه البركه ومعلقتين زيت. الزيت اللي هو بص صارت معانا بقى عامل ازاي يا حبايبي، بصوا، بحيث ان احنا لما بنعمله كده يجيب اللي هو في الاول، بيقعد يومين يخلص نجان عاملين كده تاني، بحيث ان ايه الصوص بتاعه يعمل ايه، كل شويه كل ما بتقلبوه كله يشرب من بعض. ماشي. الكميه دي كيلو ونص ليمون ب 10 جنيه، وعصفر كيس ملح بجنيه ونص، وعصفر ب 3 جنيه، وعصفر وحبه البركه. الموضوع ده كله ما تكلفش 20 جنيه، يعني انضف ما انت تشتري من الشارع. الموضوع ده كله ما تكلفش 20 جنيه، احسبوها معايا كده ما تكلفش 20 جنيه. وانا جيت هنا اعمل لكم بقى الليمون اللي انا سلقاه ده، انا سلقاه طبعا من يومين سلقته، وقعدت 3 ايام اغير له الميه. خليكم بقى معايا، ده سهل جدا، ليمون وشطه، الشطه العاديه. هنا بقيت كيس الملح اللي انا كنت عامله بيه وحبه شطه، مفيش حاجه غير الحاجات دي بس. هتقلبي كده، مفيش اي حاجه تاني، مفيش اي حاجه جديده فيه. ده ليمون بملح، ده الليمون اللي هو السليق، وده المعصر. حاجات سهله خالص. تيجي بعد ما قلبته تيجي حط كده، ده يومين ثلاثه بتاكلي منه اللي هو المسلوق ده. حط بقى في الشطه دي لو بتحب الشطه، حط شطه معاه. ده كيلو ليمون، ده كيلو، ده انا جايبه 6 جنيه. يعني انا عملت شويه ليمون مخللات، قولي ده كله بالحاجه بتاعته 25 30 جنيه.
هتعملي في بيتك. لو انت بتشتري بقى من الشارع شوفي بقى الكمية اللي هتشتري قد ايه بكام. يعني انا الليمون ده 6 جنيه ده سلقته وقعدت 3 ايام اغير له المية، كل يوم اغير له المية عشان ما بقاش ممرض، وجبت اهو 1/2 كيلو شطة وحطيته عليه، يومين ثلاثة بقى هتاكلي منه. حاجة نظيفة وحاجة حلوة في بيتك وحاجة انت، احنا كلنا بنحب المخللات، المصريين كلهم بيحبوا المخللات. وعملنا الليمون المعصفر الحاجة كلها ايه 30 جنيه، لان اعمل في بيتي وهاكل طول شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ودعمونا في القناة كده وقولوا ايه رأيكم في الحاجات بتاعتي. هنعمل كل يوم حاجة جديدة مع بعض كده ونخزن حاجات لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، ادعمونا كده قناة غدا علام على اليوتيوب.